كسهم يمرق بيد الفرسان، كفر وزندقة وفسق فجر، ومحبة للآل يا إخوان قاموا بتحريف الكتاب وعرفوه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في حلقة متجددة معكم في برنامجكم وقال المعمم. نعرض بإذن الله تبارك وتعالى لما معنا من خطب ودروس العلماء الشيعة، نسمعها معا ونعلق عليها، والآن مع المقطع الأول بإذن الله. اقرأوا كتب الشيعة. الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد، توحيد الشيخ الصدوق، صفحة 206، يقول الشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين: أنا عين الله، أنا جنب الله، أنا يد الله، أنا قلب الله الواعي، أنا قلب الله الواعي. ما معنى هذه الكلمات لأمير المؤمنين في هذه الليالي؟ إخوان اقرأوا كتب الشيعة. الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد، توحيد الشيخ الصدوق، صفحة 206، يقول الشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين: أنا عين الله، أنا جنب الله، أنا يد الله، أنا قلب الله الواعي، أنا قلب الله الواعي. ما معنى هذه الكلمة؟ طبعا يعني ليس بعد الكفر ذنب. هذا رضوان درويش يعني قال أتى بكل صفات الله تبارك وتعالى وكل أسمائه وأعطاها للأئمة. طيب الإشكالية يا أخواننا في مسألة التوحيد عند الشيعة حقيقة يعني، وأنا حاورت كثيرا من الشيعة، أنهم والله الذي لا إله غيره يعبدون إلها لا يعرفون له صفة. يعني لو سألت الشيعة إلهك يسمع أو لا يسمع، عن عوام الشيعة الآن الذين يسمعونني أسألهم هذا السؤال: إلهك، سؤال بسيط، إلهك يسمع ولا لا يسمع؟ إلهك يبصر ولا لا يبصر؟ والله لا أجد ردا أبدا، لا أجد ردا أبدا. ليه؟ لأنه مسألة الأسماء والتوحيد، التوحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته عند الشيعة فيها اضطراب. كان الشيعة في بادئ الأمر، علماء الشيعة في بادئ الأمر حتى يخالفوا أهل السنة في باب الأسماء والصفات، عملوا إيه؟ عطلوا الصفات. يعني إيه عطلوا الصفة؟ يعني نافوا الصفة. فتسأله يقول لك هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني إيه؟ يعني ما فيش صفة، يعني يعبد إلها لا يبصر ولا يسمع. فكان هذا حالهم في الأول. يعني في الأول الشيعة كانت كل القضية عندهم تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى مع منحها للأئمة، فيصبح الأئمة هم صفات الله سبحانه وتعالى ويبوبوا لذلك أبوابا. بعد ذلك تطور الشيعة وبدأوا يؤولوا الصفات، لأنه خلاص يعني بدأ أهل السنة يزدري عليهم هذا الأمر، فأخذ الشيعة يؤولون. طيب أنا عايز أفهم يا أخواننا بمنتهى البساطة، وأنا رجل من عوام أهل السنة، أريد رجلا واحدا من الشيعة، من علماء الشيعة، يقول لي صراحة: إلهك يسمع أو لا يسمع؟ أمامه، وأنا عايز كل الناس، كل اللي يسمعني يفكر كمان، يسمع ولا لا يسمع؟ لو قال علماء الشيعة لا يسمع كفروا، لأنهم نفوا الصفة تماما وكأنهم يعبدون إلها أصم، بيقولوا لا يسمع. طيب لو قالوا يسمع، طبيعي جدا أن أنا أسأله: طيب كيف يسمع؟ هل يسمع كالبشر ولا مخالف للبشر؟ في الآخر بعد لف ودوران ومنطق وفلسفة حيقول هو سميع بلا سمع، يعني ينفي الصفة أيضا. لكن في حاجة سبحان الله يا إخواننا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى قاصمة الظهر لكل من يؤول الصفات ولكل من ينكر الصفات، اللي هي إيه؟ صفة الحياة. يعني نحن كأهل السنة والجماعة وأنتم كشيعة نعبد إلها حي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا ينكر أحد أبدا هذه الصفة. طيب أنا بسأل الشيعة: اشرحوا لنا كيف تؤمنون بصفة الحياة، بس مش عايز أي حاجة تانية في أسماء الصفات. أنا معاذ الله، يعني معاذ الله أرضى بأن تكون كل الصفات للأئمة، بس جاوبوني في صفة الحياة فقط، حبا في آل البيت، صفة الحياة فقط. كيف تؤمنون بأن الله حي؟ هل تستطيع أنك تعطل صفة الحياة؟ هل تستطيع أنك تنكر صفة الحياة؟ هل تستطيع أنك تؤول صفة الحياة؟ مستحيل. صفة الحياة دي يا أخوانا خلاصتها أمام الشيعة حينما أقول له عرفنا بإلهك الحي، أمامه نقطة، حاجة من أربعة: إما أن يقول أنا أعبد إلها ليس حيا، ليس حيا إذن أنت كافر. طيب أو أن يقول أنا أعبد إله والإله ده حياته كحياة البشر، لها بداية ولها نهاية وبروح، ده كفر وتجسيم وتشبيه. الاحتمال الثالث أن يقول أنا أعبد إلها حي، نعم، وحي بحياة تليق بذاته،
لكنني لا أعرف كونها ولا أعرف كيفيتها. هذا الجزء اللي يقوله يقول لك أنا مؤمن بأن الله حي، لكن ما أعرفش شكل حياة الله إيه ولا كيفيتها إيه. اللي أنت قلته أيها الشيعي العاقل في صفة الحياة هي عقيدة أهل السنة والجماعة في كل باب الأسماء والصفات. طيب ليه أنت جيت في صفة الحياة وأمنت بما يقوله أهل السنة؟ أهل السنة يقولون في باب الأسماء والصفات أننا نؤمن بكل ما سمى الله به نفسه من غير أو قال أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. الله سبحانه وتعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن الله له يد، هو اللي بيقول، ربنا بيقول، وإحنا بنؤمن كده، ما فيش تفاصيل، لا نسأل عن الكيف. إذن يا إخواني أريد من كل من يسمعني من الشيعة أن يكون منصفا، فالأمر جد خطير، المسألة إما إلى جنة وإما إلى نار. اسألوا علماء الشيعة، قولوا لهم اشرحوا لنا كيف نؤمن بصفة الحياة، قولوا لهم أن رجلا من عوام أهل السنة تحدانا في هذه المسألة وقال كيف تؤمنون بصفة الحياة. والله يا إخواني حاورت أحد علمائهم في هذه المسألة والله ما رد، أخذ وكلمت واحد من علماء أعتقد لا داعي لذكر اسمه، قال حياته عين صفاته وصفاته عين ذاته. يا عم أنا بسألك سؤال بسيط، الإله اللي بتعبده حي ولا لا؟ والله لم يرد، لأنه يعرف أنه في الآخر سيقر بأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة. أنتم تؤمنون بأن هناك جنة مع أنكم لم تروها، تؤمنون بأن هناك خالق وأنكم مع ذلك لم تروه، طيب ما تؤمنوا بصفات الله كمان. لا، ليس هناك داعي أنك تؤمن بهذا الكيف أو أنك تكيفها. لهذا لن أتنازل عن حقي في أنه كل من يسمعني من عوام الشيعة يجلس مع نفسه جلسة بسيطة يراجع فقط مسألة صفة الحياة فقط، لا ما تبصش في أي صفة تانية. كيف تؤمن بأن الله حي؟ إما أن تقول ليس حيا أو حيا كحياة البشر، أو أن تقول أن الله حي وحياته وكيفيته تليق بذاته فقط ولا نعرف عنها شيء. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في كل باب الأسماء والصفات. معنا إن شاء الله مقطع آخر نسمعه ونعلق عليه بإذن الله تبارك وتعالى. عبد الله الصادق عليه السلام التفت إلى رجل قال له أتزور الحسين بكربلاء ترايح إلى زيارة الإمام؟ قال نعم إني أزور الحسين في كل 3 سنين مرة، كل 3 سنوات أزور مرة. قال يا أيها الرجل لو حدثتكم بحديث عن فضل زيارة أبي عبد الله الحسين لما حج أحدكم بيت الله الحرام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لو أبين لكم شنو أكو من فضل لزيارة أبي عبد الله الحسين المفترضة لكان كل واحد منكم يحج إلى قبر أبي عبد الله ولا يحج. طيب يعني بعد ما قاله هذا المعمم أنا أريد كل شيعي منصف أن يعطينا رأيه فيما قال. الرجل قال صراحة أن زيارة الحسين مفترضة وأن زيارة الحسين رضي الله عنه وأرضاه أفضل بكثير من حج بيت الله الحرام. هذا كلام لا يقوله عاقل. وحينما أسمع هذا الكلام أتذكر موقف أبرهة. تعرفين يا أخوانا أن أبرهة كان رجلا نصرانيا وكان يريد أن يذكي دينه ويثري دينه، لكن كان يرى العرب على مرمى بصره هناك كعبة يحجونها، بيت لله الحرام يحجونه، والعرب لم يؤذوه في شيء، لكنه كان يرى أن هذا البيت بيت تعظمه العرب، بيت محرم، العرب كلهم يؤمنون بقدسية هذا البيت، فأراد أن يصرف انتباههم عنه فبنى قليسا كنيسة من الذهب، ومع ذلك العرب لم يذهبوا. أتى الآن المعممون المعمم الشيعة كلهم الآن يريدون أن يغيروا هوية هذا الدين، أن ينكروا حجية هذا الدين، بمعنى أن يصرفوا أن يهدموا بيت الله الحرام. لا داعي أنه يهدم وينقضه وينقض الحجارة، لا، يصرف كل من يدعي أنه مسلم عنه. يعني بمعنى أصح
أنت الآن رجل مسكين ليس عندك أموال كثيرة ونفقات الحج كبيرة وأمامك خيار من اثنين، يطلع لك واحد من هؤلاء الدجاجلة يقول لك والله أنت هتتعب نفسك وتروح الحج ومكة وبعيدة ومصاريف، طب ما إيه رأيك تيجي تحج أو تزور قبر الحسين، وزيارة قبر الحسين أفضل آلاف المرات من الحج. هذا الكلام لا يمكن أن يصدقه إنسان عاقل. إن الله سبحانه وتعالى، نحن نعلم أن أركان الإسلام فيها حج بيت الله، هذا هو البيت المفترض والواجب على كل مسلم مستطيع أن يحجه. هذا ليس كلامي، ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا يعني تكتنفه البركة الدينية والدنيوية، والحسنات فيه تتضاعف والسيئات فيه تتضاعف. هذه خصيصة لبيت الله الحرام، ولم ينسب بيتا لنفسه كما نسب الله سبحانه وتعالى هذا البيت لنفسه. يعني بالعقل كده أخوانا، بيت الله الحرام وبيت الحسين أيهم يكون أعظم درجة؟ وأنا في ختام تعليقي على هذه الفقرة أريد أن أقول كلمة لمعمم الشيعة، كلمة بسيطة، ما فيش مشكلة يا أخوانا، إيه رأيكم في أن أنتم في الحوزات العلمية تقترحوا حذف ألفاظ الحج من كتاب الله تبارك وتعالى؟ أنتم عندكم في كتاب الكافي بني الإسلام على خمس، أولها الولاية وما فيها الشهادتين طبعا، وآخرها الحج. طيب احذفوا الحج وخلوها وحج قبر الحسين وخلاص وريحوا الناس. هذا الكلام لا يقوله مسلم. الإشكالية مش في أنه هو يقول، ما أي دجال يقول، الإشكالية الكبرى في من يسمعون هذا. والله يا أخوانا كارثة، كيف تسمعون هذا الكلام يا عوام الشيعة وينطلي عليكم أن لله بيتا هو بيت الله وهناك بيت أعظم منه، وإن الحج لبيت الله الحرام ثوابه أقل من زيارة قبر الحسين؟ لا يمكن أبدا لإنسان مسلم أو يعتقد أنه مسلم أن يقول هذا الكلام. في ختام حواري معكم يا إخواني أريد منكم، من كل من يسمع منا هذا الكلام، من كان لديه اعتراض، نحن من البداية قلنا إن احنا نتفق على كتاب الله، الله يعظم بيته سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى ولقد جعلنا أولم يروا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كل هذه المكانات، كل هذه الإمكانيات مسخرة لبيت الله الحرام فقط، بيت الله الحرام فقط. وأنا أريد من معمم الشيعة أن يتقوا الله، زوروا الحسين أنتوا أحرار، حجوا إليه أنتوا أحرار، لكن لا يمكن أن تكون حد الفرية إلى هذه الدرجة، تغيير الدين كله ليصير دينا للحسين ويصير يوم عرفة أفضل شيء فيه، يوم عرفة يوم الحج الأكبر، بدل ما تقف في عرفة وتحج لبيت الله تذهب إلى قبر الحسين. اتقوا الله في عوام الشيعة، وأنا أريد من كل شيعي منصف أن يراجع نفسه وأن يعاتب معمميه ويسألهم، أنتم لستم قطعان من الخرفان تساقون بهذا الشكل، اعترضوا على علمائكم واسألوهم إيه الإشكالية يا أخوانا، ما فيش أي مشكلة. وأعتقد والله أعلم أنه يجب عليكم والله أنكم تقرأوا القرآن، إحنا الآن في رمضان، أنا عايز بس أخوانا اقرأوا القرآن. أنا أعلم أن معممي الشيعة يمنعونكم ويحاصرونكم حتى لا تقرأوا كتاب الله، اقرأوا القرآن وافهموه بفهم العرب، لا تفهموا القرآن بفهم الفرس، القرآن نزل بلسان عربي مبين، افهموا القرآن الكريم بلغة العرب واتقوا الله في دينكم. الأمر جد خطير، والأمر إما إلى جنة وإما إلى نار، والسلامة لا يعدلها شيء. انتهت حلقتنا، ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، دمتم في أمان الله. قد شايعوا بوشا على تقتيل أهل الصف والإيمان، واحذر يا إخواني يا إخواني فشيوخهم شابت على الفلتان، دين التمتع دين وعقيدة قوم الزنا والفئة بالنسوان.